والدي يصلي وهو جالس لوجود ألم في ركبته ولا يستطيع الوقوف، فهل في ذلك حرج؟ أفيدونا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به مع الاستطاعة، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا الحديث. فالواجب على المصلي في الفريضة أن يصلي قائما، ما إذا لم يستطع ذلك لمرض فإنه يصلي على حسب حاله قاعدا أو على جنب، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فما فعله والدك من أنه يصلي قاعدا لألم في ركبته، إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام أو يشق عليه فإنه لا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام لأنه ركن من أركانها. نعم، بارك الله فيكم.